أقول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة. أبشر أنت الملوك، إذا أصبت بشيء تكرهه لا تلومن إلا نفسك. أذكار الصباح والمساء مثلا أهم من النفس، وينبغي أن تكون قانونا يلتزم، أهم من النفس، إياك أن تفرط فيها، وإلا فقد دخلت المعركة بغير سلاح، كشفت صدرك واستهدفت لعدو لن يرحمك.